أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. اعتمد مجلس حقوق الإنسان الأممي يوم أمس الاثنين بجنيف تقرير الدوري الشامل للجزائر في دورته الرابعة التي انعقدت في نوفمبر الماضي. وقد أشارت نائبة الرئيس خلال الجلسة أنه قد قبلت الجزائر 216 توصية من أصل 290 توصية تلقتها، فيما تحفظت عن 70 توصية أخرى. أجلت اليوم الغرفة الجزائرية لدى مجلس قضاء تيبازا ملف قضية نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان الجزائري إلى تاريخ 17 أفريل المقبل، هذا بعد أن وجهت لها تهم تتعلق بالمساس بسلامة الوطن وجنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة المجلس. وثق الناشط فرانسيسكو خوسيه مارتين من المنظمة الإسبانية لتحديد هوية المهاجرين المفقودين أنه منذ 21 مارس الجاري أنقذ خفر السواحل الإسباني 312 شخصا كانوا على متن 28 قارب خرج من الجزائر، فيما أشار ذات المصدر أنه خلال نفس هذه الفترة فقد قارب انطلق من وهران كان على متنه 11 جزائري بينهم امرأة وابنتها، كما فقد قارب آخر خرج من شرشال كان على متنه 15 شابا جزائري وآخرون من إفريقيا جنوب الصحراء. ينشط 18 فنانا يؤدون الأغنية الجزائرية الأصيلة وكذا الطبوع الغنائية التي تعكس ثراء التراث الثقافي والفني الجزائري فعاليات الطبعة 16 من المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الحضرية بعنابة، وذلك ابتداء من 30 مارس الجاري إلى غاية 4 أفريل المقبل. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع radio-1.net أو على مغرب emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.